أنا الطالبة مريم خالد رزوقي. أنا الطالب عيسى أحمد البلوشي. أنا الطالبة علي محمد شداد. أنا الطالب يوسف عبد الغفور التميمي. أنا حصة صلاح راشد الأنصاري، طالبة طب في الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا. الحمد لله أطمنكم، رديت البلاد، خضعت من لحظة وصولي الفحوصات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا كوفيد-19، وكانت النتيجة سليمة بفضل الله. مع ذلك أنا ملتزمة بالحجر المنزلي الوقائي لمدة 14 يوم، وبعد نهاية فترة الحجر المنزلي ناوية بإذن الله أتطوع وأنضم إلى فريق وزارة الصحة ووقاية المجتمع لدعم المنظومة الطبية في الدولة. هذا وقتنا كطلبة طب مبتعثين بأن نخدم الوطن. يجب أن تكون عندنا النظرة الإيجابية في هذه التحديات، ونكون كلنا متحدين في مواجهة هذا الوباء، ومتحدين في الالتزام. متحدين ومتحدين. متحدين ومتحدين.